محطات عدة مرت بها بورصة الكويت خلال الأسبوع، أبرزها المضاربات نحو الأسهم الصغيرة وعمليات جني الأرباح على الشركات التشغيلية والقيادية. وشهدت التعاملات تأسيس مستويات سعرية جديدة للكثير من الأسهم، خاصة التي شهدت بعض الارتفاعات خلال الجلسات الماضية وسط تكثيف أوامر المحافظ المالية بانتقائية نحو أسهم الشركات التي أفصحت عن بيانات مالية أو معلومات تتعلق بأنشطتها. وهيمنت المضاربات على أسهم الشركات التي تراوحت أسعارها ما بين 50 و100 فلس على تداولات الأسبوع، وسط عزوف بعض المتداولين عن الشراء ترقبا لإفصاحات الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية للعام الماضي. وشهد الأداء العام بعض التصحيحات لأسعار الكثير من الأسهم التي تضخمت أسعارها في ظل انحسار الشراء وتراجع قيمة التداول اليومي بنسب تراوحت ما بين 35 إلى 45% مقارنة بشهري يناير وفبراير الماضيين. وكان واضحا خلال جلسة اليوم استمرار الزخم الشرائي على الأسهم الصغيرة والخاملة، ما انعكس على المؤشر السعري بصورة إيجابية ليغلق مرتفعا أكثر من 27 نقطة بفضل التركيز على هذه الشريحة من الشركات.